بس احنا لا بس احنا ايه لا نعول على الحسد كثيرا. ليه؟ ها يعني ما نحطش حياتنا لا فلان اول ما ادخل عندنا الموضوع ينقلب وانا زوجتي اتخانق فيها ويحصل مشكله واضرب ابني عينه لا 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 احنا لو اكتشفنا له عين صفراء لا لا ما اذا اكتشفنا ان فلان كلما يعني او حسود بطبيعته او يظهر هذا عليه سبحان الله اذا ظهر لنا هذا فاول ما نشوفه كده نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذه تبطل الحسد ان شاء الله باذن الله ونكبر كما ورد في سوره الكهف ونكبر لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله او نكبر يعني من الحسود نفسه يقول اول حسود يقول الحسود يقول ازاي يا حسود هو شغلته كده الحسود شغلته يحسد. طب واذا اراد انسان من نفسه الا يحسد احد هو نفس القضيه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله كل ما يشوف نعمه كل ما يشوف نعمه لما يسمع مثلا ولد صغير كده حافظ القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله جميل. لما يسمع كده يشوف بيت جميل وما شاء الله لا قوة إلا بالله أما يعني منين هذا والعياذ بالله رب العالمين ولا نريد أن نخوض في قضية الحسد كثيرا أنه موضوع كبير لا الغبطة نعول عليها كثيرا إذا تمنيت هذه المؤمن يغبط اسمح بقى المؤمن يغبط والمنافق يحسد هذه المقولة. طب ماذا يصنع المؤمن إذا أعجبه شيء ماذا أقول اللهم ارزقني مثل ما رزقت فلان نحن نغبطك ولا نحسدك الله يرضى عليك الله يرضى عنا بالضبط المؤمن يغبط والمنافق يحسد لا اللهم اجعلنا من المؤمنين لا, لا 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 تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا يعني 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 عايز تشوف للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله لأن اللي أعطى هذا المال هذا هو الباب لا الله يرضى عليك نسأل الله سبحانه وتعالى ليه هو أعطى له مال يعطيني أخي خزائنه لا تنفع أعطاه علم يعطيني وأتمنى له الخير وربنا يزيدني سبحانه ولا إن شكر أشكر ربنا على النعمة وبعدين لما ألاقي واحد مثلا رجل علامة أو رجل سبحان الله ثري بيوجه ماله للخير واحد حاكم صالح بيعمل خير ندعو له ونقويه ونقبل جواله لا نحطمه نعم بارك الله فيك.